السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل عشان نستكمل دروس grade 3 منهج bridge to success page number 8 lesson 3 time to practice introduce your partner. اليوم هنتكلم عن كيفية ان شخص يقدم شخص آخر. Work with a partner, ask them some questions. يعني هنسألهم بعض الأسئلة. Write down the answers. اكتب الأجوبة. Introduce your partner to the class. وقدم زميلك إلى الصف. What's your name؟ بمعنى ما اسمك. What's your name؟ How do you spell your name؟ يعني كيف تستهج اسمك. How old are you؟ كم عمرك. How old are you؟ What colors do you like؟ ما الألوان التي تحبها. What do you like reading about؟ What do you like؟ يعني ماذا تحب أن تقرأ عن. Reading about. Have you got any brothers or sisters؟ يعني هل لديك أي إخوان أو أخوات؟ طبعا الإجابات لما الشخص الآخر بيجاوب بيقول my name is ويتكلم عن اسمه. my name is أحمد، محمد، أين كان. طبعا لما بيتكلم عن شخص آخر بيستخدم الضمير he. he is ويذكر عمره. he is 8 years old. he is 8 years old. He likes the colors. هنضع أي ألوان، مثلا red and blue. He likes the colors red and blue. He likes reading about. هو بيحب يقرأ عن. Stories. طبعا كلمة stories هي كلمة عامة يعني القصص. كان ممكن نقول he likes reading about science، مثلا comics وهكذا. He has got يعني هو لديه. has got يعني لديه two brothers and two sisters. إذن لما نيجي نتكلم عن ولد أو شخص بنستخدم الضمير he لو كان مذكر. أما لو مؤنث، لو مثلا اللي موجود في الصورة بنت، هنستخدم الضمير she. she is ونكمل باقي التفاصيل الموجودة. make a book about you. اعمل كتاب عنك. make a cover of your book. اعمل الغلاف. write your name on it. اكتب اسمك عليه. like this. Faisal's book. طبعا هنا أبوستروف اس هي أبوستروف اس الملكية، بنضعها عشان نقول ان الكتاب هو لفيصل. Faisal's book. Sara's book او كتاب سارة. يبقى الأبوستروف اس هنا أضفناها عشان تكون للملكية. on each page draw a picture and write about you. في كل صفحة رسم صورة واكتب عنك. طيب معانا open the activity book page number 8. هناخد درس في كتاب الاكتيفيتي صفحة رقم 8. Whose is it؟ Whose هنا بمعنى لمن. لمن هذه. Write sentence to say whose object is it؟ عشان نذكر هالأشياء يعني ملك لمين. يعني It's Tariq's pencil case. هنا في مكتوب على البنسل كيس طارق، فنقول It's Tariq's. قلنا هنحط بصرف S بعد الاسم عشان ننسبها للشخص. It's Tariq's pencil case. طيب هنا مكتوب بدرية، هنقول It's Badriya's. هنحط أبوستروف S بعد الاسم. Back. Badriya's back. It's Isa's book. أبوستروف S. It's Sara's lunch box. It's Sara's lunch box. هي مكتوبة هنا غلط، المفروض هنا ما فيش أبوستروف S. Lunch box على طول. It's Sara's lunch box. Challenge. What sort of books do you like? Write a sentence. هنقول I like ونضع نوع الكتب
طبعا اغلب الاطفال بيحبوا كوميكس. I like to read comics او like reading comics. كوميكس اللي هي القصص المصورة. هننتقل للبيج نمبر 9 ان شاء الله. اليوم هناخد اول او هنا هنكمل دروس الى النص الى الدرس رقم 5. Lesson 4, find out more. A book cover. Book cover قلنا يعني غلاف الكتاب زي ما موجود قدام هنا. في غلاف كتاب بيكون عليه title اللي هو عنوان الكتاب, title و author اللي هو المؤلف, author, title, author. Look at the book cover, who is the author. Also طبعا لو اسم, اسم الشخص اللي مؤلف كتاب بيكون بخط اصغر شوية وبيكون تحت العنوان. What is the title? Add title, busy boat, والاوثر اللي هو جاك ادفر اي ثينك, مش باين قوي. What is the book about? الكتاب عن ماذا, عن يتكلم الكتاب يعني. Find another book in your classroom. الكتاب هنا اكيد بيتكلم عن قصة تخص البوت اللي هي المركبات او المراكب. Find another book in your classroom يعني ابحث عن كتاب اخر في صفك. و answer the question again, وجاوب الاسئلة مرة اخرى. يعني هنشوف اي كتاب تاني ونقرأ التايتل ونقرأ الاوثر, تمام, ونتحدث what is the book about, وماذا يتحدث الكتاب او عن شو. Number 2, inside a book, look at the contents page. It is at the beginning of book. It tells you what is the book in the book. This book has 4 chapters. عندي الكونتنتس اللي هي محتويات الكتاب. محتويات الكتاب بيكون في اول صفحه اللي احنا بنقول عليه الفهرس باللغه العربيه. بيكون في بدايه الكتاب, in the beginning of a book, في بدايه الكتاب. Tells you what is the book in the book, يعني بيخبرك ماذا يوجد داخل الكتاب. This book has 4 chapters, وهنا بنشوف عدد الشابترز او نقدر نقول الاقسام. هنا موجود 4 chapters. Here are 4 pictures from the book Busy Boats. طبعا هنا احنا بعد ما بنفتح الكتاب بنجد داخل الكتاب في مجموعة من الصور. هنا موجود في 4 صور. In which chapter can you find each picture? في اي chapter, يعني في اي قسم او في اي فصل بتجد هذه الصور. طبعا احنا لما شفنا الشابتر موجود 4 chapters مرقمين في الصفحة السابقة, موجودين هنا little boats, big boats, old boats و new boats. هنرجع للصور تاني وهنشوف الصورة. هنا صورة little boats بتكلم عن البوتس الصغيرة, المراكب الصغيرة, little boats. Little boats يعني مراكب صغيرة. Big boats يعني مراكب كبيرة. New boats يعني جديدة أو حديثة. Old boats يعني قديمة, مراكب قديمة. هنا موجود على اليمين speaking tip, say your opinion يعني قول رأيك. When talking to someone, لما تتكلم مع شخص أو بتتناقشه في شيء, لو أنت موافق بتقول I agree, يعني أنا متفق معك أو موافق, I agree. لو مش متفق, I don't agree, يعني أنا غير متفق معك. لو أنت مش متأكد ممكن تستخدم I think, أنا أعتقد, I think. Number 3, talk about it. Why do some books have a contents page? يعني ليه بيكون موجود في contents page في الكتاب. Do you agree? The contents page help you find the pages. بتساعدك عشان تجد الصفحات. طبعا ممكن كمان بيكون بجانب اسم الشابتر بيكون رقم الصفحة, فبيساعدني في إيجاد الصفحات. Helps أو helps you find the page you want to read, اللي أنت بتحتاج تقرأها. The content page tells you what is in the book, بتخبرك ماذا يوجد في الكتاب. إذا وظيفة ال content page إن هي بتخبرنا أو بتساعدنا إن احنا نجد الصفحات وبتخبرنا ماذا يوجد في الكتاب. Do you agree? هل أنت متفق في هذا الرأي؟ لو أنت متفق تقول I agree, لو مش متفق معاه في الرأي تقول I don't agree, ولو مش متأكد قول I think. هنفتح صفحة رقم 9 في activity book. A contents page, read and read the sentence and take
تيك يس اور نو، يعني احط عندي هنحط تيك عند اليس او نو. The contents page is at the end of a book. طبعا احنا لما قرأنا قلنا ان هي بتكون in the beginning، في البداية، في بداية الكتاب. A contents page tell you what inside the book، بتخبرك ماذا يوجد داخل الكتاب. طبعا إجابة صحيحة yes. All books have a contents page، يعني كل الكتب تحتوي على contents page، اللي هي الفهرس أو صفحة المحتوى. نعم إجابة yes. The title is on the book cover، الـ اسم الكتاب أو عنوان الكتاب بيكون على غلاف الكتاب. book cover يعني غلاف الكتاب. نعم. Which contents page draw a line to match the contents page with the book cover؟ عندي هنا ثلاث كتب أو أغلفة كتب. واحد بعنوان sharks اللي هو سمك القرش، الثاني بعنوان learn and play يعني تعلم وألعب، ورقم ثلاثة how to fun with paper يعني كيف تصنع المتعة مع الورق. أول واحد عندي هنا what you need، هنا موجود paper وأشياء، وبيبر يعني معظم الكلام paper. تمام، إذن هيكون 3 مع A. B عندي هنا موجود اللي باين عندي big sharks، اذا sharks يبقى هي B مع 1. اكيد الاخيره هتكون مع C، هتكون مع number 2. اذا 1 مع B، 2 مع C، و 3 مع A. authors اللي هم المؤلفين. who is the author of each book؟ write the name. طبعا موجود على كل كتاب اسم المؤلف الاوثر. شاركس موجود عليها سام سميث، نكتب سام سميث. نمبر 2 فن وذ بيبر موجود بيتر بيبر. ليرن اند بلاي ديبي دنجل. ننتقل الى الصفحه الاخيره معانا اليوم، بيج نمبر 10. Fiction or non-fiction. Books can be fiction or non-fiction. Some books are fiction. Fiction books tell a story. الفيكشن بتخبرنا عن قصة. The stories are not real. قصص غير حقيقية. Fiction books have characters، تحتوي على شخصيات. تمام. Characters are the people or animals in a story. تعريف شخص الكاركترز هم عبارة عن الناس أو الحيوانات الموجودة في القصة. Look at the book، انظر الكتاب. The Snowy Day، كتاب معنا اسمه The Snowy Day، التايتل بتاعه موجود هنا. Who are the characters، ما هي الشخصيات؟ طبعا عندي هنا شخصيات عبارة عن duck و rabbit و snow، ممكن نقول snowman يعني بيعملوا رجل ثلج أو رجل جلي. Some books are non-fiction، they give real information يعني غير خيالية. طبعا فيكشن يعني كتب خيالية، ونون فيكشن يعني غير خيالية. they give real information، بتعطينا معلومات حقيقية. look at the book on the page، are they fiction or non fiction؟ طبعا هنشوف الكتب وهنتوقع اذا كانت هي خيالية او غير خيالية. number one non fiction، عشان بتتكلم عن انواع من الكعك اعتقد، الكيكس فعلا مكتوب على الكتاب كيكس. Number 2 the elephants، اكيد هيكون نون فيكشن. Number 3 four friends، four friends اكيد فيكشن ولا نون فيكشن مش باين. An adventure نون فيكشن. Number 4 فيكشن، and number 5 نون فيكشن. اعتقد ان number 3 هيكون فيكشن، لان هي عباره عن قصه، قصه يعني بتحكي شيء خيالي شوي. choose a book for the two children، عندي هنا ولد وبنت، البنت اسمها رشا. my name is رشا. I like learning new things، انا بحب اتعلم اشياء جديدة. I like non-fiction، انا بحب الاشياء اللي هي غير اللي هي الواقعية. non-fiction يعني اللي غير واقعية. my father is a pilot، ابي هو طيار.
My name is Mark. I like reading funny stories. هو بيحب يقرأ القصص المسلية about animals عن الحيوانات. I don't like scary stories. أنا لا أحب القصص المخيفة. Number three. A book about your school. كتاب عن مدرستك. Write a book with your class. اكتب كتاب عن مع فصلك. The title is Welcome to our school. العنوان مرحبا بك في مدرستنا. The chapters could be الشابترز أو الفصول أو الواحد بعنوان our school مدرستنا, our class فصلنا, our teacher معلمنا, our classroom يعني فصلنا. طبعا ده نشاط ذاتي بيسووه داخل الصف, كل واحد بيتكلم عن مدرسته. الأول هيتكلم عن اسم المدرسة وموقعها وهكذا والمنهاج. our class بنتكلم عن صفنا والصف اللي هو بيدرس فيه, our teacher معلمنا, our classroom اللي هو الغرفة الصفية اللي هما بيدرسوا فيها. طبعا هنا الكتاب, دي صورة الكتاب Welcome to our school. هنكتب الغلاف من فوق, طبعا هنكتب اسم الأوثر اللي هما مثلا اللي هما أولاد الفصل مثلا, أو مثلا ممكن نكتب اسم الفصل مثلا grade 3AB وهكذا. وادي الشابترز our school our class our teacher our classroom, طبعا ده الكونتيننتس. وبعدين بنكمل opens activity book page 10. هنفتح صفحة 10 في الاكتيفيتي بوك. lesson 5 time to practice title and author. look at the book covers, draw a circle round each title. هنعمل دائرة حول التايتل. هنا snakes funny cats the snow day look out. draw a line under the name of each author. هنعمل خط تحت المؤلف. خلينا نشوف مع بعض. snakes the snow day funny cats look out. بعدين هنضع خط تحت المؤلف. هنري وونغ, ليزا بيكر, خالد بوثا, جباري السردي. number 2 sorting books. which books are fiction which books are non-fiction. يعني اي منهم fiction هو خيالي ويوم غير خيال او واقع. خلينا نشوف مع بعض. طيب هنا snakes هكون non-fiction, funny cats اكيد هكون non-fiction, the snow day هكون fiction, و look out هكون fiction. طبعا fiction بما انها فيها شخصيات فيها characters وفيها قصة زي ما شفنا. fiction snow day, non-fiction snakes عشان بتتكلم عن معلومات تعطينا معلومات او information about snakes. scary look out, scary معنى مخيفة, وfunny زي funny cats. طبعا دي تصنيف تاني للقصص. scary في قصص مخيفة, وfunny يعني مضحكة او مسلية. which book do you want to read. طبعا الطفل يختار اي نوع من القصص هو يحب ان هو يقرأ ويكتب في الفراغ. السؤال number 3. طيب look out يعني ايه؟ بنطلب من الطفل ان هو اللي يختار. هنا احنا اخترنا look out اللي هي scary story. كده نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. تناولنا شرح 3 دروس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. شاركوا في القناة عشان يصلكم كل جديد عن طريق الضغط على زرار السبسكرايب. انتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات الجديدة, وشكرا جزيلا لاستماعكم. كان معكم مصري هابان.